السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض مذكرة الاي سي تي لامتحان شهر أكتوبر، فيلا بينا نبدأ بريب 1. تشوز The importance of rationalizing energy consumptions in the field of green building. يعني أهمية إنك أنت تعمل ترشيد للاستهلاك. ده بيعمل إيه؟ طبعاً ده بيعمل environmental conservation، أو بيحسن عندي أو بيحافظ عندي على مين؟ على البيئة. Number two, the most important benefit of using renewable energy. أهم يعني الأهمية القصوى للاستفادة من الانرجي رينيوبل أو المواد اللي بتكون مصادر الطاقة اللي بتكون متجددة. هل ريديوس البليوشن ولا بروفايدنج انرجي ريسورسز؟ طبعا الاثنين. ليه؟ ريديوس البليوشن يعني بيقلل البليوشن اللي ناتجة من الكربون دايوكسيد لما احنا بنستعمل مثلا الكول الفحم في انتاج مين؟ الباور ستيشن او في انتاج الكهرباء. كمان بيمد عندي سورسز مصادر اخرى للطاقة غير المصادر اللي احنا متعودين عليها اللي بتسبب ضرر لمين؟ للبيئة. نمبر 3، all of the following are benefits of using electric cars in the field of smart transportation except. لما بستعمل الالكتريك كار انا بستفاد ما عدا واحده. طب reduce fuel consumptions، ايوه بقلل من استهلاك الوقود. reduce global warming، ايوه بقلل من الحراره العالميه بسبب ان انا بخفض نسبه الكربون دايوكسيد. طب increase البوليوشن، لا طبعا مش بتزود عند البوليوشن. نمبر 4، green technology is called not technology. الجرين تكنولوجي بتسمى sustainable technology، يعني التكنولوجيا الدائمة اللي بتحافظ على resources لين للمستقبل. Number 5، electric car are used to reduce. السيارات الكهربائية بتقلل عندي harmful emissions اللي هي الانبعاثات الضارة. Number 6، example of renewable energy. example of renewable energy يعني أمثلة الطاقة اللي بتكون renewable متجددة include geothermal، منها الجيوثيرمال الطاقة الحرارية الموجودة داخل باطن الأرض، والبايو energy والطاقة البايو زي ان انا احرق كورن، and energy green building ولا hydro power ولا الفيول. طبعا الهايدرو باور energy يعني طاقة السدود زي السد العالي عندنا في مصر. Number 7، not is converted into a nutrient rich fertilizers to improve soil fertility. هل الأورجانيك ويست ولا الإلكتريستي ولا الإنرجي؟ طبعا ان انا بحول عندي المواد الغذائية الغنية بالأسمدة اللي بزود بها التربة دي عبارة عن أورجانيك ويست، يعني مواد انا ما كنتش بستخدمها هستخدمها لزيادة تحسين خصوبة التربة. Number 8، sensors are used in many tasks include. السنسورز ده اللي انت بتحط ايدك تحت الحنفية المية بتقف، including temperature control ولا fire smoke detection. طبعا الاتنين. ممكن استعمل السنسور في تثبيت درجات الحرارة زي السنسورز اللي موجودة عندي مثلا في الاير كونديشنز التكييف، او في الهيتر السخان او جوه التلاجة، او في الفاير سموك ديتكشنز. Number 9، example of renewable energy، من مصادر الطاقة الرينيوابل السولار انرجي. Number 10، when you use the digital Egyptian portal this is one of the. طبعا ده من الديجيتال ترانسفورميشن او من التحول التكنولوجي او التحول الرقمي. Number 11، you can use electronic payment application through the application. انت ممكن تستخدم طريقة الدفع من خلال الانستاباي. الانستا باي طريقة دفع الكترونية. Number 12، green technology and digital transformation tools work to. هما الاتنين بيعملوا ايه؟ reducing بيقللوا environmental damage، يقللوا تلف البيئة،
high consumptions raw material بيزودوا استخدام الماتيريال زي البيبر، ولا increase البوليوشن طبعا الجرين تكنولوجي والديجيتال ترانسفورميشن بيقللوا عندي مين الضرر البيئي. Number 13, one of the common features between green technology and digital transformation. الحاجة المشتركة ما بينهم هل difficulty in digital communication يبقى عنده صعوبة في الاتصالات، ولا access digital service quickly and security، ولا ease of data breach. طبعا الاثنين بيساعدوني ان انا اوصل للسيرفيس او للخدمة ايه بسرعة وبأمان. Number 14, نقط is one of the advantages ميزة of using digital service. الميزة انك انت تستعمل الديجيتال سيرفيس زي الانستا باي. طبعا الاثنين بيقللوا عندي التايم الوقت، وكمان بيقللوا عندي الايفورت المجهود. Number 15, all of the following are advantages of using digital services. كلهم من مميزات استعمالك للديجيتال سيرفيس او من انك انت تتحول رقميا، ما عدا البي بيلز انك انت تدفع الفواتير، طبعا دي ميزة. سيرفيسز انكويري، ولا البور كوميونيكيشنز بتوين سيتيزن اند ديجيتال سيرفيس بروفايدر. لا طبعا ما ينفعش يبقى عندي اتصال. يعني ايه معنى الجملة دي؟ الجملة معناها ان المواطن يبقى الاتصال ما بينه وما بين الخدمة قليل. لا طبعا بالعكس، الديجيتال سيرفيسز انا بيبقى الخدمة عندي ايه متاحة، وده معنى سيرفيسز انكويري. نمبر 16، نقط it enables citizens، حاجة بتمكن المواطن to access all its services through the internet or mobile application. طبعا الديجيتال ترانسفورميشن ولا الجرين تكنولوجي ولا الانرجي سورسز، طبعا الديجيتال ترانسفورميشن هي اللي بتمكن المواطن انه يوصل لجميع الخدمات عن طريق الانترنت. نمبر 17، ذا نوت سوفت وير از ريسبونسبل فور مانجينج ذا هارد وير اند سوفت وير. طبعا الاوبريتنج سيستم هو اللي بيدير ما بين او بينظم الهارد وير والسوفت وير. نمبر 18، سيرفرز يوز اوبريتنج سيستم such as لينكس. طبعا السيرفرات بتستعمل لينكس او سيرفر ويندو، الاثنين دول. نمبر 19، اوبريتنج سيستم such as تيزن ويب اوبريتنج سيستم واندرويد تي في، طبعا جوه السمارت تي في. نمبر 20، نقط ديفايسز ار نتوركس اكويبمنتس ذات ريكوير ان اوبريتنج سيستم تو اوبريت. جهاز عندي بيبقى جواه او مسؤول عن التوصيل بالشبكة وبيبقى جواه operating system خاص بي، طبعا الراوترز. Number 21, most modern car and vehicles have operating system to control various functions. زي ايه ال operating system الموجود جوا السيارات الحديثة؟ هل ال ATM ولا ال point of sale اللي انت بتقبض بيه فلوس او بتشتري بيه من غير ما تدفع كاش، ولا الانفورميشن اند نافيجيشن سيستم. طبعا الانفورميشن اند نافيجيشن سيستم هو اللي موجود داخل السيارات. كلمة نافيجيشن سيستم يعني نظام التنقل او انك انت تتنقل من مكان لمكان. نمبر 22، it is an electronic device through which the customer can pay for the products he has purchased. الجهاز اللي من خلاله بتقدر تدفع بيه بقى، اللي هو بقى ايه ال point of sale terminal. تمام، هو عبارة عن أجهزة أو أنت بتقدر تدفع بيه الحاجات المنتجات اللي أنت عايز إيه تشتريها. Number 23, not is an example of device that run on embedded operating system. وده ال embedded operating system ده نظام موجود جوه بطاقات ال ATM اللي بناخد بها المرتب بقى بتاعنا أو بتاع ماما وبابا. Number 24, all the following are example of operating system except، ما عدا واحدة طبعا الويندوز operating system للكمبيوترز بتاعت مايكروسوفت، الماك operating system لأبل، أما البي اتش بي طبعا ده مش operating system. Number 25، not operating system are used in ATM. لسه عينينه ال embedded operating system. Number 26، has its own operating system optimized for gaming.
اند مالتي ميديا ابلكيشن. طبعا السيرفرز موجود للسيرفرات، اما الترانسفورمرز ده ملفات مش عندنا. يبقى الجيم ايه؟ الجيم كونسولز اللي هو جواه اوبريتنج سيستم خاصه بمين؟ بال نمبر 27 all of the following are functions of the operating system except. كلهم وظائف للاوبريتنج سيستم ما عدا واحده، taking pictures, memory management, hardware management. طبعا الاوبريتنج سيستم بيدير الهاردوير زي الماوس زي الكيبورد زي البرينتر، بيبقى عباره عن تخزين للميموري اما مش بياخد صور. نمبر 28 the cd in the new hardware settings contain. السي دي جوه اي برنامج او جوه جهاز بيكون جديد بيكون درايفر فايل ولا يور ديجيتال فوت برينت ولا ماب؟ لا، لما بتشتري جهاز جديد زي البرينتر مثلا بتبقى جايه معاه سي دي. السي دي دي بيبقى جواها درايفر فايلز او ملف تعريفي، لما بوصل البرينترز دي باللابتوب بيتعرف، هي اسمها كده ملف تعريفي، بتعرف ان يا لابتوب انت انا بوصل بيك برينتر، او انا بوصل بيك سبيكرز، او انا بوصل بيك ميكروفون، او انا بوصل بيك تابلت، وهكذا. نمبر 29 the control panel is used in. الكنترول بانل بتستخدم في ايه؟ to change the system, to manage device, remove طبعا and install البرامج، بتزيل عند مين؟ البرامج. نمبر 30 the file you downloaded may be compressed. الفايل اللي انت بتنزله علشان تنزل بيه application بيبقى compressed، يعني مضغوط علشان مساحته كبيرة. you must first، الاول انت لازم تعمل له extract. يعني ايه extract؟ يعني تفك الضغط بتاعه، يعني تحوله او تفرد الملفات بتاعته اللي موجودة داخل الكمبيوتر بتاعك. number 31 when downloading the program from the internet the program is in the form of. طبعا لما بتنزل اي حاجه من الانترنت داونلود برنامج بيبقى على شكل فايل وليس صوره ولا ديجيتال فينجر برينت دي بتاعه سنه 5. نمبر 32 many programs come with their own not command. اغلب البرامج او عديد من البرامج بتيجي مع امر خاص بيها اسمه انستول. انستول يعني اضغط عليها كليك يمين الاقيه بيقول لي مثلا احذف مين البرنامج ده، من غير ما احتاج ان انا اروح على الكنترول بانل ولا استخدم الاوبريتنج سيستم. نمبر 33 removing unused program results in. ازاله البرنامج ده بيعمل لك ايه؟ ديفايس سلو، بيبطئ عندك البرنامج، ولا سيف ستوريج سبيس، طبعا بيوفر لك مساحه على الكمبيوتر بتاعك. نمبر 34 modern operating system include a list of نقط for many peripheral devices. طبعا اغلب الاجهزة الحديثة عندي بتبقى جواها قايمة للدرايفرز. يعني ايه الدرايفرز؟ دي قلنا الملفات التعريفية للاجهزة ايه؟ الحديثة. number 35 plug and play in is when the operating system. البلاج اند بلاي دي لما توصل اي حاجه باليو اس بي او البورت بتاع اليو اس بي بتاع اللابتوب اسمها بلاج اند بلاي. is when the operating system نقط the correct driver for the attached device. طبعا اول ما بتحط اي جهاز جوه اللابتوب بتاعك او الكمبيوتر بتاعك انت كده بتعمل بلاج اند بلاي. طب الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه؟ بيعمل انستول، بينزل عندي الدرايف او بيعرف عندي الجهاز ده وبيعمل له انستول تلقائي او انستول اوتوماتيكلي لو هو لقي الدرايف ده بتاعه موجود. نمبر 36 تو انستول ا نيو بريفيرال ديفايس. بريفيرالز يعني جهاز ليه كيبل. يو نيد تو بروفايد، انت محتاج انك انت تدي ايه؟ درايفر، تدي ملف تعريف. وبكده بريب 1 نكون خلصنا عندنا أسئلة مذكرة الاي سي تي مراجعة شهر اكتوبر. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عندنا في القناة. باي باي، مع السلامة.